صفقة تاريخية بين المغرب وأمريكا، وما جاء فيها فاجأ جميع دول العالم. مصادر: الملك محمد السادس يغادر الإمارات وقد تكون الوجهة إلى فرنسا. المغرب يشارك في تمرين محاربو الصحراء بليبيا. صفقة تاريخية بين المغرب وأمريكا، وما جاء فيها فاجأ جميع دول العالم. مر المغرب مؤخرا إلى المرحلة الموالية في مجال تطوير قدراته الدفاعية على مستوى القوات البرية، وذلك بعد توصله بأحدث نوع على الإطلاق من دبابات أبرامز أمريكية الصنع بموجب عقد تقارب قيمته 1.2 مليار دولار. ويتعلق الأمر بدبابات MAH-ADO ثالث جيل من هذه الآليات تدخل إلى المغرب، والتي يتوقع أن يتم نشرها في الصحراء. ووفق تقارير متخصصة في المجال الدفاعي، فإن المغرب توصل خلال الأسابيع القليلة الماضية ب 162 دبابة من طراز أبرامز بموجب عقد تحديد جرى توقيعه في أكتوبر من سنة 2020 مع الشركة الأمريكية جنرال ديناميكس تكلفة 11.9 ملايين دولار. وشرع بالفعل في نشر هذه الآليات تنفيذا لعقد بقيمة 1.2 مليار دولار وافقت عليه الإدارة الأمريكية قبل ذلك بسنتين. ووفق موقع ميليتاري أفريكا المتخصص في الشؤون العسكرية في القارة الإفريقية، فإن المغرب أصبح من الدول القليلة في العالم التي تعتمد على هذا النوع من دبابات أبرامز التي يعتمد عليها الجيش الأمريكي في مهامه القتالية بشكل رئيسي، رابط الأمر بالشراكة طويلة الأمد التي تربط بين الرباط وواشنطن في مجال الدفاع. وحصل المغرب لأول مرة على آلية أبرام سنة 2012، ثم طلب 200 وحدة من قطاع MAAA لتلك الدبابات والتي جرى تحسينها وتطويرها، والتي توصل ب 127 وحدة منها سنة 2016، في حين تم تطوير الوحدات 73 الأخرى لتفي بمعايير الجيل الموالي MAADO-M، هذه الأخيرة التي وصلت بالفعل إلى المملكة المغربية سنة 2018. وتتميز دبابات أبرامز MAADO عن سابقاتها أساساً بالمواصفات التكنولوجية الأحدث على الإطلاق، وتحتوي على مدفع من عيار 120 ملم ورشاش من عيار 7.62 ملم، إلى جانب إمكانية تحديد الأهداف بدقة وبواسطة الليزر ونظام للأشعة تحت الحمراء وقدرة على الرؤية الليلية، وتصل سرعتها إلى حوالي 70 كم في الساعة، وهي أيضا ذات قدرات دفاعية كبيرة. وتجد القوات المسلحة الملكية في مناورات الأسد الإفريقية المنظمة سنويا بشكل مشترك مع الجيش الأمريكي مجالا واسعا للمعاينة العملية لمجموعة من الآليات العسكرية، حيث يستفيد من التدريبات التي تحاكي عمليات قتالية حقيقية في ظروف مختلفة وخصوصا في المناطق الصحراوية، وهو ما كان مفيدا في تحديد كفاءة دبابات أبرامز. ولثلاث سنوات متتالية شملت مناورة أسد الإفريقي منطقة المحبس في إقليم أساساغ القريبة من الجدار الأمني، والتي لا تبعد كثيرا عن ولاية تندوف في الجزائر مقر ميليشيات البوليساريو الانفصالية. وخلال تلك التدريبات كانت دبابات أبرامز حاضرة إلى جانب العديد من القطع العسكرية المتطورة قبل نشرها في العديد من المواقع. مصادر: الملك محمد السادس يغادر الإمارات وقد تكون الوجهة إلى فرنسا. ذكر راديو وتلفزيون فرنسا RFE أن الملك محمد السادس غادر الإمارات العربية المتحدة وقد تكون وجهته هي فرنسا. وحسب نفس المصدر فإن الملك محمد السادس لم يقم بزيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبثا، حيث تم التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأورد نفس المصدر أن الاستقبال والترحيب الذي حظي به الملك محمد السادس في أبوظبي من طرف رئيس الإمارات محمد بن زايد كان في مستوى الاتفاقيات والوعود التي وقعت بين الطرفين. وذكر التلفزيون الفرنسي أن الملك محمد السادس غادر الإمارات مرفوقا بوفد كبير من الوزراء والمستشارين والمسؤولين، وحمل معه وعودا بتعاون اقتصادي واستثمارات كبيرة من الإمارات في اقتصاد المملكة المغربية. وأشارت إلى قطاعات مثل النقل بالسكك الحديدية، خاصة إنشاء خط TGV من القنيطرة إلى مراكش، وتطوير المطارات مثل الدار البيضاء والداخلة، وتطوير موانئ الناظور والداخلة، والسياحة والطاقة والأمن الغذائي والمياه. واعتبر التلفزيون الفرنسي أن هذه الاتفاقيات تأتي في ظل ترشح المغرب لاستضافة مونديال 2030، ولذلك فإن أموال الإمارات العربية المتحدة ضرورية لإكمال جدول الزمن المطلوبة لاستضافة هذا الحدث العالمي الأبرز.
المغرب يشارك في تمرين محاربو الصحراء بليبيا. شارك ضابطين من القوات المسلحة الملكية بمنطقة واشتاتا ترهون ليبيا يوم 6 جانفير 2023 في تمرين محاربو الصحراء الذي جرى في دليل الأنشطة الليبية المبرمجة ضمن مخطط العمل متعدد الأطراف لسنة 2023 لمبادرة 5+5 دفاع، وبرعاية كل من وزارة الدفاع الليبية ورئاسة الأركان العامة للجيش الليبي. وقالت صفحة القوات المسلحة الملكية على موقع إكس أن التمرين الذي نظمته رئاسة أركان القوات البرية بالتعاون مع قوات مكافحة الإرهاب يهدف إلى التدريب على مكافحة الإرهاب. وانطلق التمرين أول أمس الأربعاء بمنطقة واشتاتا جنوب مدينة ترهونة، ويشارك فيه ممثلو دول مبادرة 5+5 دفاع. ما رأيكم في هذا؟ مصادر: الملك محمد السادس يغادر الإمارات وقد تكون الوجهة إلى فرنسا. ذكر راديو وتلفزيون فرنسا RFE أن الملك محمد السادس غادر الإمارات العربية المتحدة وقد تكون وجهته هي فرنسا. وحسب نفس المصدر فإن الملك محمد السادس لم يقم بزيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبثا، حيث تم التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأورد نفس المصدر أن الاستقبال والترحيب الذي حظي به الملك محمد السادس في أبوظبي من طرف رئيس الإمارات محمد بن زايد كان في مستوى الاتفاقيات والوعود التي وقعت بين الطرفين. وذكر التلفزيون الفرنسي أن الملك محمد السادس غادر الإمارات مرفوقا بوفد كبير من الوزراء والمستشارين والمسؤولين، وحمل معه وعودا بتعاون اقتصادي واستثمارات كبيرة من الإمارات في اقتصاد المملكة المغربية. وأشارت إلى قطاعات مثل النقل بالسكك الحديدية، خاصة إنشاء خط تي جي في من القنيطرة إلى مراكش، وتطوير المطارات مثل الدار البيضاء والداخلة، وتطوير موانئ الناظور والداخلة، والسياحة والطاقة والأمن الغذائي والمياه. واعتبر التلفزيون الفرنسي أن هذه الاتفاقيات تأتي في ظل ترشح المغرب لاستضافة مونديال 2030، ولذلك فإن أموال الإمارات العربية المتحدة ضرورية لإكمال جدول الزمني المطلوبة لاستضافة هذا الحدث العالمي الأبرز.